خير. مثل ما نعرف الأخبار جيدة هاليومين حول فيروس كورونا، هناك تراجع بعدد الإصابات، أكيد نتمنى لكم السلامة. نتمنى السلامة للجميع، وهلأ خلينا نشوف شو عنا مواضيع لليوم. كيف يقضي المهجرون شهر رمضان في مخيمات الشمال السوري؟ ناشطون يتداولون وثيقة تاريخية توضح علاقة حافظ الأسد بآل مخلوف. وجائحة كورونا تعصف بأحوال اللاجئين، والأمم المتحدة تقرع ناقوس الخطر كالعادة. أصدر فريق منسق استجابة سوريا إحصائية جديدة تظهر أن عدد المهاجرين العائدين إلى مدن وقرى ريفي إدلب وحلب تجاوز 230 ألف شخص، أي ما يعادل نحو 23% من إجمالي أعداد المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم خلال الأشهر القليلة الماضية. في بيان جديد صادر عنه، أكد الفريق أن نسبة الاستجابة الإنسانية في تلك المناطق لم تتجاوز 6%، في حين وصلت 66 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب عبر الحدود السورية التركية لتوزع على المحتاجين في المنطقة. يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة تضم عددا محدودا من الخيام، ويتقاسمون مرارة الحياة بعد. مع حلول شهر رمضان المبارك تتواصل معاناة المهاجرين في مخيم أبو الظهور بعزاز، وتزداد معها صعوبة تأمين مستلزمات هذا الشهر. تقيم في هذا المخيم مئات الأسر التي هجرها النظام من قراها وبيوتها، ورغم ذلك تحاول بعض المنظمات الإغاثية التخفيف من معاناتهم خلال الشهر الكريم. نتابع. نطبخ برقة والريز، السحور شاي وخبز ما بي، وهذا كنا. واللحم صار لنا أسبوع ست أشهر ما ضقناه، والله ما ضقناه. وهاي هي أنا، وشغل ما بي، شغل ما عندنا ما بي، زي لما يروحون ما يلقون شغل. جانا شهر رمضان الكريم ومحتارين شديد ناكل، كنا وليا مكيفين ومبسوطين ببلدنا. احنا لاجئين من الظهور، وضعنا سيء الحظ، مقضينها على البرغل والبطاطا، والله احتارينا شريد نطبخ الوجبة. نحن الآن في شهر رمضان المبارك نقوم بمشاريع شهر رمضان المبارك لأهلنا النازحين والمهجرين حديثاً. من ضمن مشاريعنا المطبخ الخيري الإنتاجي اللي عم ننتج فيه وجبات غذائية نوزع على أهلنا النازحين حديثاً والمهجرين والمقيمين في إدلب والمقيمين في الشمال السوري، وسلل رمضانية خاصة بمادة السحور وسلل غذائية أيضاً، بالإضافة إلى حقيبة رمضان، وهي حقيبة لأم الشهيد، تعطى لأم الشهيد أو زوجة الشهيد، تحتوي على مصحف ومسبحة وغطى صلاة وسجادة صلاة.
بالتأكيد كل التقدير لهذه المبادرات التي تشعر بأهلنا ومدى التكافل الاجتماعي فيما بيننا. صحيح صحيح، يعني كثير مهمة هي المبادرات ولو كانت بسيطة، بس فعلا بتقدر يعني تخلي أسر كاملة أنه تعيش وتعتال. نتمنى سلامة للجميع والخلاص قريبا. الموضوع الآخر، افتتحت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة مركزاً للحجر الصحي في مدينة دركوش بريف إدلب لعزل الوافدين من تركيا لمدة 14 يوماً وفحصهم للتأكد من أنهم غير مصابين بفيروس كورونا. يأتي ذلك على الرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس المستجد في مناطق الشمال السوري، حيث تعمل شبكة الإنذار المبكر التابعة لوزارة الصحة على الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء العالمي بشكل يومي، لتصل أعداد العينات التي جرى عليها الفحص حتى هذه اللحظة إلى حوالي 360 حالة جاءت جميعها سالبة. فقدت مدينة إدلب ابنها الفنان التشكيلي عدنان كدرش الذي ثار على النظام بلوحاته ورسوماته. قتل الفنان التشكيلي عدنان كدرش مساء أمس الاثنين خلال شجار مسلح بالقنابل والأسلحة المتوسطة أوقع قتلى وجرحى في حي النعورة بمدينة إدلب. أكيد عليه رحمة الله. تخرج الفنان عدنان من معهد أعداد المعلمين عام 1999 وعمل كمدرس لمادة الفنون في مدارس إدلب للمرحلتين الإعدادية والثانوية، كما عمل في مركز الفنون التشكيلية مدة 7 سنوات تلاها انطلاق الثورة السورية في معظم الأراضي السورية، لينشط مع مجموعة من زملائه الفنانين في إدلب في مجال رسم لوحات رفعها المشاركون بالمظاهرات وطلبوا فيها بإيقاف القمع، كما رسم جداريات في شوارع إدلب تذكر بالمعتقلين. عدنان كدرش فنان تشكيلي من محافظة إدلب، تولد 71 المديني، نشأت ببيئة فقيرة جدا بأحياء إدلب، واخذت البكالوريا وانتقلت على دمشق لدراسة الفنون على أصولها. طبعا عملنا عدة معارض جماعي وفردي، منا كان في البحرين ومنا كان بدمشق باللاذقية بالمحافظة المدينة نفسها بمدن محافظة إدلب مثل كفر تخارين والجسر. بدأت الثورة في 2011، كان في حراك شعبي عظيم حقيقي عظيم، بلشت في درعا، تأثرنا بموضوع أطفال درعا كفنانين وكمثقفين بشكل عام، ولكن النظام موجود في المدينة في المحافظة، ظل الوضع هيك، نساعد الشباب برسم لوحات برسم على الجدار بتصميم لافتات ضد النظام. كتبنا يسقط النظام كتير، كتبنا بدنا حرية كتير، كتبنا أمور كتيرة، ولكن كله بشكل سري لحتى ما مشي حال الحمد لله وتحررت المحافظة بكل كامل. انتقلنا للشكل العمل العلني، يعني وين في طفل ممكن نرسم عليه بس من خلال شغلنا، وين في نازح من طالع من بيته، وين في عملنا كفريق متطوعين وصرنا ننتقل من المخيمات الى مراكز الايواء، الى ناخذ الواننا وورقاتنا رول وقلم، الوان بسيطه من خشبي بلاستيكي الى اخره اللي نحسن نامنه، ونشتغل في مجال العمل الفني عند الاطفال. طبعا الطفل بشكل عام فنان كثير كبير. البلد جميل جدا وبحاجة لأبناء، كل واحد يقاتل بطريقته، أنا ممكن أقاتل برشتي، صديقي ممكن يقاتل بقلمه، المصور الإعلامي ممكن
يناصر هاي الحاله الموجوده عندنا في ادلب ويبين للعالم انه ادلب يا ترى هي فعلا عباره عن راي سوداء مثل وفكر ظلامي مثل ما بيقول النظام اللي هو فكر متفتح وافكار ممكن المستقبل القريب يدلنا على هذا الموضوع. يحاول بعض السكان في مدينة سرمدة بريف إدلب تطبيق البقاء في المنازل قدر المستطاع تجنباً للإصابة بفيروس كورونا. مبادرات عديدة انتشرت في الآونة الأخيرة لمساعدتهم على البقاء في الحجر المنزلي، كمبادرة بين يديك التي تقوم بتوصيل الطلبات ضمن المدينة. العمل اللي عم نقوم فيه منصل طلبات للمنازل عن طريق تطبيقنا هو على متجر بلاي واب ستور، وفي ظل جنيحة كورونا اللي عم نمر فيها العالم، في عالم حبت انه تلتزم في البيوت يعني، فنحن عم نوصل لها طلبات، وقبل ما نطلع نوصل طلبات بنعقم حالنا بنعقم مواتيرنا وبنلبس كفوف وبنلبس كمامات حفظا على سلامة الزباين وكي لا نكون انه نحن ناقلين للفيروس لا سمح الله. الحمد لله رب العالمين، عندنا هون بالشمال المحرر ما في مرض كورونا، ولكن تجنبا لهذا المرض وانا كاحد الاشخاص يعني تجنبا لهذا المرض فما ما عم اخفف نزلات على السوق والاحتكاك بين الناس، وخاصه عندنا هون بالشمال المحرر يعني الوضع الصحي تعبان، فقدر الامكان عم احاول اخفف نزلات والاختلاط بالناس. بستخدم تطبيق بين يديك، اي غرض بطلبه يعني بيجيبوا لي اياه على البيت. إلى الأردن، حيث نفذ عشرات المهاجرين المقيمين في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية احتجاجات للمطالبة بإدخال المساعدات والتنديد بالحصار الذي يفرضه النظام وحلفائه على المخيم. نشد المحتجون من أهالي مخيم الركبان المجتمع الدولي القيام بواجب احتجاجهم محملين الأمم المتحدة مسؤولية عدم إدخال المساعدات إلى المخيم الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، لا سيما مع مخاوف وصول فيروس كورونا المستجد إليه. حددت وزارة التربية التابعة للنظام مواعيد امتحانات شهادات الثانوية العامة وشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية في 21 من حزيران المقبل للأولى، فيما تبدأ الثانية في 22 من الشهر نفسه. وأعلنت الوزارة عن نيتها تنفيذ برنامج تعليمي يعوض الفاقد التعليمي الذي سببه تعليق دوام المدارس ضمن إجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. وبحسب الوزارة سيستمر البرنامج لمدة أسبوعين من مطلع العام القادم قبل أن تجري اختبارات في الفاقد التعليمي لطلاب صفوف السابع والثامن والعاشر والحادي عشر، لتضاف نتائج هذا الاختبار إلى علامات الفصل الأول من العام الذي سبقه ويحدد بذلك نجاح الطلاب من عدمه. لم يكمل العامين ونصف من عمره في الحياة إلا أنه قضاها بألم ومعاناة بعد قصف النظام لمنزله في الغوطة الشرقية بداية حياته. وجهه البريء وضحكته الجميلة رغم هذه المعاناة والألم من جراء إصابته بإعاقة حركية نتيجة هذا القصف، تبشر بتمسك هذا الطفل بالحياة. رغم أن علاجه توقف حاليا في تركيا بسبب وباء كورونا بعد انتقاله إليها من إدلب، إلا أنه مستعد لإكماله بعد عودة الحياة لطبيعتها. أحمد ولد بنهاية 2017، كنا ساكنين بالغوطة الشرقية قبل التهجير.
بعد ولادته 15 يوم تقريبا صار في قصف على المبنى اللي كنا ساكنين فيه. القصف سبب له نزف بالدماغ. طبعا ظروف الحصار وما كان في علاج بالغوطة. الوقت اللي تهجرنا لإدلب تقريبا بداية شهر نيسان 2018، وصلنا لإدلب عرضته على الأطباء والمشافي، ما في يعني اختصاص ممكن يعطينا نتيجة حتمية لحالته، ولكن كان في عدة أدوية وعدة علاجات وعلاج فيزيائي، ما استفاد. بوقت اللي صار عمره سنتين تقريبا بنهاية 2019 حولونا لتركيا. دخلنا من معبر باب الهوى أنا والطفل، حاولنا كتير على المعبر إنه ندخل أنا والعائلة كلها، في عندي لسه أنا زوجتي وبنتي عمرها 5 سنين، ولكن ما سمحوا، فقط مرافق وحيد مع الطفل. هون مشكورين يعني المشافي استقبلونا وقدموا لنا مثل ما يقولوا كورس علاج بالمجان، ولكن بسبب ظروف الوباء وكورونا هذا الأمر توقف. يعني هلا الأطباء هون شخصوا له الحالة بنزف دماغي تسبب له بعجز حركي أو عجز عن التحكم الحركي. هلا علاجه فترة العلاج هي على المدى الطويل، يعني ممكن تاكل سنة سنتين حسب استجابة الجسد، لأنه في عنده إعادة تأهيل، في عنده تعليم، في عنده تعليم على الوقوف على المشي، كل هاي الأمور هو عاجز عنها. يعني الطفل لا بيقدر يوقف، لا بيقدر يزحف، لا بيقدر يمشي، حتى البلع بالنسبة له سيء. أنا إذا بدي طعمي وجبة أكل ممكن تاكل معه ساعة، البلع عنده كتير سيء، فهو بحاجة لرعاية مكثفة، وهذا الأمر عم قوم فيه لوحدي يعني بسبب عدم وجود زوجتي. فأنا ملتزم مع الطفل بشكل 24/24، حتى خلال النوم أنا ممكن لا أكون صاحي، لأنه ممكن هو يقلب على جهة ما يقدر يتجلس فبيختنق. فهذا الأمر يعني صعب كتير علي. حاولت أنا أقدم طلب لإحضار زوجتي وطفلتي بمعبر باب الهوى، طلبوا مني جوازات سفر للعائلة، وهذا أمر غير متوفر. يعني الجوازات السفر هي من عند النظام والعائلة بإدلب، فهذا أمر مستحيل. يعني قدم الطلب عند إدارة الهجرة ببيازيد كمان على أساس أنه ممكن يتصلوا فينا، وما اتصلوا وصار اللي صار، يعني تسكرت الحدود وهيك. هلأ أنا ممكن أطلب عبر من بركون يعني أنه مساعدتي بإحضار زوجتي وبنتي، هذا الأمر بيريحني كتير. يعني حتى أنا من ناحية العمل أنا ما بقدر أشتغل، أنا في عندي مصروف هون وفي عندي مصروف عائلتي اللي بإدلب. شو أخبارك؟ هيك يا أحمد؟ أكيد نتمنى أنه يلتم عائلة أحمد أمه وأخته معه إن شاء الله عن قريب. أما أنتم مشاهدينا فاصل صغير ورجعين.